إلى جانب صناعات تقليدية كثيرة، تعتبر صناعة الحصير التقليدية إحدى الرموز الفنية والثقافية اللي كتميز بها عديد من مدن المملكة واللي عندها تاريخ عريق وقديم جدا. القيمة الرمزية للحصير التقليدي كتمتزج فيها فنون عريقة ومكونات ثقافية سواء عربية أو أمازيغية أو إسلامية. ورغم الإكراهات اللي كتواجه هذه المهنة وخلى الحرفيين ديالها في تناقص مستمر، إلا أن هذا المكون التراثي لازال مستمر كمخزون حضاري مغربي أصيل. الحصير كانت عنده واحد القيمة كبيرة، كانت كتفرس في الديار المساجد، وأنا كنت مقاول ديالها، كنفرس فيها المساجد على المغرب كامل، كنت كنفرس 50-60-70 ألف المتر في السنة. تصبح اليوم ما كنفرس حتى مترو، ولكن كيف متركت وعرفتي شحال من عائله كاينه في المغرب ديال الحصيره اللي كامله بقات اليوم امبون. يكون واحد 50,000 عائله في المغرب كانت كتخدم الحصيره، اليوم ما بقى حتى شي واحد كيخدم الحصيره. شي خرج كيبيع في الزنقه، شي رجع في النظافه، شي كل صانع هو كيخدم في النظافه، حشومه عار علينا كاع. صناعه الحصير برزت في مدينه سلا منذ سنوات خلت، ثم استمرت في مدن مغربيه اخرى كفاس والرباط وتطوان. والحصير يصنع من نباتات كتنبت بالمروج والبحيرات على شكل أغصان رقيقة بألوان متعددة تدعى السمار، ويجري صنع الحصير في مكان خاص اسمه الدراز. وهذه الصناعة بدأت كتقلص بسبب المنافسة اللي بدأت كتلقاها من طرف الحصير البلاستيكي والموكيت. إذن دابا في تطوان اللي كانت 50 دراز، تصبح حتى شي واحد، أنا بوحدي اللي باقي في تطوان كنخدم هادشي الديكورات والحصيرة. حتى هي كان عندها واحد النكته، كيقولوا مشينا عند فلان طلوا على فلان، مسكين ما كيكسبش حتى الحصيرة، او لا كيقول مشينا نطلوا على فلان كيكسب مسكين غير الحصيرة. تعلمت لا كان عندها الحصيرة، تصبح اليوم ما عندها حتى شي قيمة الحصيرة. صناعة الحصير كيأرخ لإحدى الحرف التقليدية اللي كتحمل في طياتها العديد من الخصوصيات اللي كيحفظها لها التاريخ. والصانع أو الحصار المغربي لازال مصر على أن يقاوم جميع الإكراهات ويجعل من هذه المهنة حالة تراثية لا تنتهي. يد المعلم كتبقى حاضرة كضمانة العديد من الصناعات التراثية ومن بينها صناعة الحصير.